السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض السمك الصينية، 2 كيلو وربع سمك مكاريني، 10 4 ليمونات، نص مج خل، نص مج زيت، نص معلقة كاري، معلقة كزبرة، معلقة شطة، معلقة ونص فلفل اسمر، معلقة زعتر، معلقة نعناع، معلقة ونص كمون. المكونات دي يا جماعة بمعلقة صغيرة، كل المكونات. هنبدأ ان شاء الله. بسم الله. المكونات اهي يا جماعة كلها على بعضها. نص مج الزيت، نص مج الخل، عصر الاربع ليمونات. بسم الله. ادي حبايبي خلصنا الخليط اهو، قلبناه كويس وهنحطه في السمك. بسم الله. الصينية دي يا حبايبي مدهونة زيت من جوه، دهنها زيت. ادي يا حبايبي الخليط اللي فاض اهو، هندهن بيه السمك من فوق، نحط على السمك من فوق كده. الخليط ايه جميل جمال، ملوش مثال. ادي يا حبايبي حطينا الخليط كله على السمك اهو، هنحط بس معاها مع الصينية عود كرفس كده. وقشر الليمون اللي عملناه، دلوقتي هنحطها في الفرن يا حبايبي على الشبكة يا حبايبي. ودي يا حبايبي صينية السمكة بعد ما طلعت من الفرن، قعدناها ساعة في الفرن، وقبل ما نطلعها ب5 دقايق ولعنا الشوايه. ودي السمك مستوي زي الفل ما شاء الله عليه. يا جماعة وبألف هنا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى تدعمونا بلايك واشتراك للقناة وبدعواتكم.